وللوقوف أكثر على رد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي على أبوظبي، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السعودي عايد الشمري. أهلا بك معنا أستاذ عايد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أستاذ عايد. الهجوم الحوثي الذي تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى في أبوظبي استهدف مناطق مدنية كما تعلم، بماذا تفسر اعتبار ميليشيا الحوثي المناطق المدنية وسكانها أيضا أهدافا مشروعة لصواريخها؟ طبعا اعتدنا من أي ميليشيا تابعة للنظام الإيراني هذه العمليات الإرهابية، ولكن القوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية نفذت 17 عملية استهداف في مأرب خلال 24 ساعة الماضية، ودمرت عدة آليات للميليشيات، وبحسب البيان قتل أكثر من 80 عنصر إرهابي من الحوثيين. المملكة العربية السعودية طيلة السنوات الماضية كانت تنتقي أهدافها بحيث لا يتم استهداف أي مدني في اليمن، حيث أن هذه الميليشيات الإرهابية تتخذ من المدنيين، يعني تعمل وتطلق صواريخها من داخل الأحياء المدنية، أيضا تستخدم مطار صنعاء، تستخدم المساعدات. كلنا رأينا الألغام الأيام الماضية تضعها في داخل صندوق مساعدات تابعة للأمم المتحدة. المملكة أو التحالف العربي طيلة السنوات الماضية لا يريد دخول صنعاء احتراما للمباني الأثرية. التخريب سهل جدا، لدينا طائرات مدمرة وصواريخ مدمرة، ولكن لم نقترب من صنعاء حفاظا على حياة المدنيين الذي يستخدمهم للأسف الحوثي كدروع بشرية. نحن في السعودية تلقينا المئات من الصواريخ الباليستية ومن الطائرات المسيرة، ولكن بحمد الله استطاعت قوات الدفاع المدني صد تقريبا كل هذه الصواريخ. طيب، ما معنى أن يتم استهداف أبو ظبي في هذا الوقت الذي يحقق فيه التحالف العربي تقدما في اليمن؟ استهدافهم للإمارات هو نتيجة تقدم آلوية العمالقة ضد الحوثيين، حيث حررت قوات العمالقة الكثير من الأراضي التي احتلها الحوثي، وهم يعتقدون أن قوات العمالقة هي تابعة للإمارات وتأتمر بأمر الإمارات، فلذلك هم نفذوا هذه الضربات انتقاما من تحرير قوات العمالقة لا أكثر ولا أقل. كيف ستؤثر هذه الضربات، ضربات التحالف العربي، على قدرات ميليشيا الحوثي على الأرض؟ بالتأكيد أنه خلال الشهر السابق تحديدا نفذت الكثير من العمليات ضد الحوثيين، وهناك تأثير مباشر، هناك قيادات حوثية قتلت، هناك أراضي تمت استعادتها لصالح الحكومة الشرعية، وهذا يعتبر من تأثير هذه الضربات. مأرب كان الحوثيين بالقرب منها، الآن هم بعيدين كل البعد عنها. أيضا حررت قوات العمالقة بدعم ومساندة من قوات التحالف الكثير من الأراضي الحوثية خلال الشهر أو الشهرين تحديدا، فبالتأكيد أنه هذه الضربات يعني محددة وتحترم قانون الحقوق العدل الإنسانية وتتوافق مع القوانين الدولية، وهذه الضربات هي ضربات محقة لحماية أراضي المملكة وأراضي الدول الشقيقة الكريمة. نعم أستاذ عايد، يعني كيف يمكن للتحالف العربي استغلال هذا الهجوم، هجوم الحوثيين، سياسيا في لربما إثبات وجهة نظر التحالف العربي بأن هذه الميليشيات فعلا هي ميليشيات إرهابية تستهدف المدنيين في عموم المنطقة؟ للأسف أنه الرئيس بايدن عند استلامه الرئاسة الأمريكية رفع الحوثيين من القائمة من قوائم الإرهاب، وللأسف هناك تخاذل وتواطئ أوروبي أمريكي مع الحوثيين،
فمع أنه ما يفعله الحوثيين هي يعني عمالة واضحة لإيران، ولكن يبدو أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تدخل على الخط، وهي رغبة إيرانية نفذتها أمريكا لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات النووية. فكل هذه المعادلات تدخل هذه المعادلات ضمن الاتفاق النووي الإيراني، فكلما يضيق تضيف إيران ذرعا تستخدم ميليشياتها سواء في إيران أو في لبنان أو في العراق، فكلهم أوراق لا أكثر ولا أقل هذه الميليشيات العميلة لبهران. يعني طالب في نفس أو في ذات السياق، طلب وزير الخارجية الإماراتي من نظيره الأمريكي تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية. هل تعتقد أن يعني تلتقي هذه أو تتلقى هذه المطالبة ردا إيجابيا من قبل الإدارة الأمريكية؟ المفترض أن تكون هناك إجابة بوضع هذه الميليشيات تحت قائمة الإرهاب، لأن الإرهاب كل مواصفات الإرهاب تنطبق على هذه الميليشيات الحوثية. أتوقع أن وزير الخارجية الأمريكي يضع بين عينيه المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، وفي اعتقادي أن هناك تواطؤ أمريكي بوجود هذه الإدارة القريبة من إيران مع الحوثيين، وبالتالي لن يقابل هذا الطلب بالموافقة. ولكن يجب أن نعمل نحن كدول عربية بمفردنا، حتى لو انتقدنا الغرب ضد هذه الميليشيات، فالجميع يعلم أن هذه الميليشيات هي تابعة لإيران، التي دمرت اليمن ودمرت العراق ودمرت سوريا ودمرت لبنان. وكلنا يرى أي حال أي دولة تتواجد فيها إيران، فيجب علينا أن نتكاتف كدول عربية خليجية ضد هذه الميليشيات، ونعيد تحالفنا حتى لو كانت خلال الفترة الماضية بعض الانسحابات. نعم، تعثر المفاوضات بين إيران فيما يخص ملفها النووي في فيينا، تعثر هذه المفاوضات كيف له أن ينعكس إيجابا لربما على ملف تصنيف الولايات المتحدة لهذه الميليشيات لإيران وميليشياتها بطبيعة الحال بأنها ميليشيات إرهابية؟ لا يوجد أي تعثر حتى الآن، وكل التصريحات التي يدلي بها المفاوضون الإيرانيين أنهم يبشرون بالخير، وأن هناك تقدم في المفاوضات، وأن هناك الإدارة الأمريكية غير متفائلة. إذا لم تكن الإدارة غير متفائلة فلتنسحب، ولكن كلنا نعلم أن كل المهندسين للاتفاق النووي السابق في عهد أوباما هم موجودين الآن في عهد بايدن، وهم من يعودون ترتيب هذا الاتفاق النووي. فأنا لا أثق بالتصريحات الأمريكية، ولكني بالرغم من انتقادي لإيران قد أصدق الإيرانيين أن هناك مفاوضات وهناك تقارب في الرؤى، لأن أمريكا تريد إعطاء إيران مساحة في المنطقة، وكلنا رأينا الاتفاقية التي حصلت بين السياسيين في لبنان كانت برعاية فرنسية وبموافقة أمريكية. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السعودي عايد الشمري، شكرا جزيلا لك.